فريق ويميك جيل للمركب الثقافي والشبابي بالمنزه السيس باش نواكبوا الحدث نتاع البطوله الوطنيه للطيور الاستوائيه اللي صارت المره الثانيه في تونس. السلام عليكم، مرحبا بكم ناس كل. عماد غنام معكم، رئيس جمعية تونسية لتنمية تربية طيور الزينة. احنا اليوم في المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس. اليوم الجمعية تنظم الدورة الثانية للبطولة الوطنية للطيور الاستوائية تحت إشراف الاتحاد التونسي لعلم الطيور. الدورة هذه الحمد لله بارابور لعمناول لاحظنا فيها تقدم من ناحية الكمية والكاليتي متاع العصافر. الهدف بيان سور من الدورات هذوما والبطولات هذوما هو ديما تأطير المربين، هذا إلى جانب لما متاع الأخيان الكل الجمعيات الكل نتلموا، خاطر الدورة هذه تصير ديما تحت إشراف الاتحاد التونسي لعلم الطيور اللي هو يمثلوه العديد من الجمعيات في الولايات الكل. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل، معكم بلال عزيز ناطق رسمي باسم الاتحاد التونسي لعلم الطيور. نحن اليوم معناتها في البطولة الوطنية للطيور الاستوائية اللي تدور احداثها معناتها على تقريبا مده اسبوع كامل. الايام الاوائل معناتها نستقبلوا فيهم الطيور ومن بعد يتم التحكيم نتاعهم، ثم نهار السبت يكون مفتوح للعموم ونهار الاحد الاعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز. أسامة زيد، مربي طيور استوائية، حكم وطني في الطيور الاستوائية وطبيب بيطري، والحمد لله عمناول التظاهرة معناها كانت ناجحة من ناحية المشاركة، من ناحية عدد العصافر، من ناحية التنظيم وكل شيء، العباد كل فرحانة، فلذلك السنة قررنا نعملوا نسخة ثانية وزدنا مع الطيور الاستوائية المنقار المستقيم، زدنا لباك خشي المنقار المعقف الببغيوات واحد. دونك الحمد لله المربين والمشاركين كانوا في الموعد، خلطنا تقريبا 750 طير في هذه المسابقه اللي هي معناها حاجه اول مره تصير في تونس.